اهلا بحضراتكم واحد من الناس مره تانية. النهارده احنا جايين ومعانا فقره الخوارق، وفقره الخوارق النهارده معانا محمد شمشون. محمد شمشون حصل على اقوى رجل في العالم، سجل اسمه في موسوعه الارقام القياسيه، قام بشد ثلاث طيارات على فترات في مرسى علم عشان تنشيط السياحه، وقام بجر 15 مقطوره متشابكين، وبيقوم بتني المعادن ومعاه دكتوراه فخريه، وتم تكريمه من دول كثيره، وهو كمان موظف في وزاره الكهرباء. الحقيقه دي كلها حاجات جديده ومختلفه في عالم الخوارق، شد طياره او شد 15 عربيه لوري، احنا يعني بنزق العربيه بالعافيه. فبالتاكيد دي حاله استثنائيه وليست قاعده عامه، عشان كده ارجو واكد ان اي حد يشوف اي حاجه في هذه الحلقه لا يفكر ان هو يعيدها او ان هو يقلدها لو سمحتوا. ونلتقي بقى مع محمد شمشون ونسمع منه حكايته. زي ما قلت قبل كده وفي مقدمتي، الحقيقه الاستاذ محمد شمشون يعني واضح ان هو كمان يعني عنده علم كبير في مجال الخوارق، لان الحاجات اللي بيعملها زي ما قلت سواء ان هو بيشد طيارات او بيشد 15 لوري، الحقيقه كلها حاجات بالتاكيد خوارق. احكي لي بقى البدايه. اهلا بيك اولا. اهلا بحضرتك يا دكتور، وليا الشرف طبعا ان انا اطلع مع حضرتك. الخوارق علم كبير قوي، مع الأسف مش متواجد في مصر عندنا. احنا أبطال عالم، خدناها من بره ودخلنا الموسوعة 5 مرات، 4 باسمنا والخمسة كانت باسم مصر تبع وزارة السياحة. أول مرة جات لي وأنا صغير قوي، كنت بمسك العملة المعدنية. سني كم سنة؟ سني كم سنة؟ كنت في الإعدادي لسه. يعني أنت اكتشفت إمتى أنك أنت عندك هذه الخوارق؟ من ممكن نقول مثلا من 13 سنه، من 14 سنه. بس الحاجه بتقول لي انت مولود بيها، يعني كانت تبعتني مثلا اجيب اي حاجه عيش او حاجه، فبتديني كوينز معدن، كنت انزل الكوينز ده كان يتطبق فارجع تاني اعيط. بس بعد كده ابتدت ان هي تتنمى معايا، بعد كده واحده واحده كده ابتديت ارفع عربيات، ابتديت شد عربيات، الى اخر المطاف الحمد لله كانت شد طياره. طيب انا عايز اعرف عشان توصل لان تشد طيارة وتشد لوري، في مراحل انت مريت بيها، انا عايز منك تفسير لهذه الخوارق. والله انا قعدت مع الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه سليم، وفسرناها ان دي هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى وليس بقول. دي هبة وليس بقول، ان القوي الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتقول ان دي ممكن تكون حاجات اخرى غيبيات، يعني في ناس بيقولوا بيستخدموا الجان مثلا في هذا الموضوع. والله انا سمعت زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط سليم، فتعرضنا على اكبر مشايخ عندنا هنا في بلدنا في مصر، بلد الازهر الشريف، فقال لك كله صمم ان دي هبه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هل حصل تغيير في تعامل الناس معك؟ مش كله، يعني الناس اللي انا متربي معاهم فعادي محمد زي ما هو، الناس اللي ما تعرفنيش طبعا بياخدوا جانب خالص لحد ما يتعرفوا عليا الاول. طب العيله عندك بقى اولادك؟ ربنا يخلي ما فيش حد فيهم كده خالص. خالص؟ خالص. ولا واحد واخد منك نفس ال... ولا واحد واخد اي حاجه. عرفت ازاي؟ جربتهم؟ عرفت ازاي؟ لازم طبعا تجربهم. تجربهم، القوة الخارقة لازم تبص للبني ادم الاول ليه مبادرات، بوادر بتبان عليه في الاول، مفيش حد فيهم خالص مع الاسف يعني. طيب انا عايز اعرف بقى فكرة انك انت تكتشف في نفسك الخوارق دي، اكتشفتها ازاي؟ يعني انت اول مرة وانت طفل صغير في اولى اعدادي طبقت كوين، بعدين يعني زقت عربية ازاي؟ ولا فكرة انك تشد عربية، تشد لوري، تشد طيارة، ودي فيها ريسك بالتأكيد لو فشلت طبعًا. يبقى انت رحت طبعًا طبعًا طبعًا. هي جت صدفة، كنا في المقطم كان فرح واحد صاحبي، حصل ان كان في مشادة بين، ما مش عارف الناس دي كانت شاربة حاجة او حاجة، كانوا عايزين يهجموا على العروسة وكده، فبدون ما اشعر بتكلم معاهم لقيتهم لسانهم صليط قوي، فمعرفتش اعمل ايه غير ان امسك العربيه بتاعتهم وارفعها، رفعت العربيه جبتها على جنبها. بس كان في طبعا مصورين وكان في ناس فوق نزلوا ورايا لحد منطقتي هناك، وصمموا ان انا اتصور وانا برفع عربيات، انا باتني كوينز، وانا بشيل اتقال، وانا بعمل ده كله. دي البدايه، ودي كانت البدايه السعيده يعني. طيب ايه تاني بقى مشاريع مستقبليه هتعمل؟ يعني انت شديت طيارات وشديت 15 لوري، هتعمل ايه تاني؟
بإذن الله احنا دلوقتي بننشط السياحة المصرية وبنعمل تسليط الدول علامة على مصر. ان شاء الله في سفينة بإذن الله بنتمرن عليها. سفينة تعمل فيها ايه؟ ان شاء الله تشد. طب الدكتوراه بالنسبة لك بقى، دخلت دكتوراه الفخرية وتم تكريمك في مسابقات دولية كتيرة، شعورك ايه بقى في هذه التكريمات؟ شعوري كان ان مصر فعلا بتحضن ولادها. يعني كنت دايما لما طلعت مع أوبرا وينفري في امريكا هناك حسيت ان الشكل البعيد سره باتع، يعني حسيت ان بلدنا هنا بتحضننا احسن من بره. يعني لما اتكرمت هنا وخدت الدكتوراه، انا واخد 2 دكتوراه، حسيت بجد ان انا عملت حاجه، يعني ابتديت ان انا اطلع لاول سلم. كنت سعيد جدا طبعا بالدكتوراه وجايب الشهاده معايا. عظيم، احنا هنصورها دلوقتي وانا بتمنى لك كل التوفيق، ونسيبك بقى تعمل نمتع المشاهدين بتوع واحد من الناس بالشغل الجميل اللي هتقدمه دلوقتي. انا النهارده جاي الدكتور عمرو دليسي، بامانه حد انا بحبه جدا 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 جدا. النهارده هعمل عرض ما اتعملش في اي بلد احنا عملناه فيها ولا اي قناه عملناه فيها. النهارده مع واحد من الناس، مع الدكتور عمرو الليسي. انتظروني اتفرجوا عليا دلوقتي ان شاء الله. النهارده في هذه الفقره واحد شاب لما نشوفه نشوف ان هو انسان نحيف جدا، يعني محمد فرعون، لكنه عنده قدرات خارقه، يقدر بيجر عربيات لوري، بيقدر يعمل اشياء خوارق، خريج اعلام وصحافه، وبيشد العربيات وبياكل ازاز وبيشرب بنزين وبياكل فحم. دي كلها حاجات زي ما قلت قبل كده ارجو ما حدش يفكر يكررها، لان دي حالات استثنائيه وليست قاعده. هيكون معانا بعد قليل محمد فرعون عشان نسمع منه قبل ما نشوف هو هيقدم لنا النهارده ايه في واحد من الناس. اهلا بيك. اهلا بيك. احكي لنا بقى حكايتك ايه؟ حكاية عادي جدا. انا من ضمن الخوارق. او كم سنه اول؟ انا 30. 30 من ضمن الشباب اللي عندهم قدرات غير عاديه والناس بتقول عليهم خوارق. يعني شفتها ازاي يا محمد؟ ده كان في الجامعه بالصدفه ايام الدراسه، كان الكلام ده في 2005. كان بالصدفه انا كنت بهرج مع حد فطبقت الكوين. خريج اعلام صح؟ خريج اعلام اكتوبر. فطبقت الكوين العمله المعدنيه. يعني كم سنه ساعتها؟ كان في الوقت ده كان عندي 19 سنة. ده أول مرة تعرف إن عندك هذه القدرة؟ أنا كنت عارف إن أنا بعمل دي على سبيل اللعب أو على سبيل التهريج، ما كنتش أعرف إن دي قدرة. ولكن كان في معيد هناك دكتور هو اللي بدأ يهتم بيا، وفي الوقت ده تعرفت على محمد في لقاء، خدوني في لقاء تلفزيوني. محمد مين؟ محمد شمشوم. بطل العالم. بدأت إن أنا أستوعب اللي هو محمد بيعمله وإن أنا أحاول إن أنا أبقى زيه. طيب لما لقيت نفسك بتطبق الكوين وأنت مع زمايلك في الجامعة استنتجت إيه؟ كانت في البدايه بالنسبه لي ان دي قوه اسنان، يعني مش اكتر من كده. لكن بعد كده اكتشفت ان قوه الاسنان دي موضوع، يعني دراسات بحثيه دخلت ان انا بدات ان انا اشوف هو ده ايه بالظبط. بني ادم سنانه شكلها ايه؟ لقيت ان انا اصلا تكوين سنان شكله غريب وان السنان قويه. فبدات من هنا ان انا استوعب ان الموضوع مش مجرد قوه اسنانه بس، لا في حاجه اكبر من قوه الاسنان. بدأت هنا ان انا اشوف الموضوع ممكن من الخارق او اللي عنده قدره غير عاديه بيعمل ايه واجرب. بيشد عربيه، طب ما انا اجرب ان انا اشد عربيه. بياكل ازاز. ما جربت اول مره تشد عربيه كان ايه شعورك؟ والله هو كان الشعور في الاول انا ما كنتش مصدق. انا شديت دي ازاي؟ ساعات بيقولوا ان اللي بيعملوا خوارق بيكون عندهم علاقه بالجن. هو في كده فعلا؟ فعلا في كتير، وللاسف هم بيطلعوا بيدعوا ان هم خوارق لكن هم عندهم علاقات بالجن، وفي منهم اللي اعترف بده على الهوا وقال انا قدرتي مكتسبه من الجن، وعلشان كده ده لا يعد ان هو خارق. طيب انا عايز اعرف كمان منك، لما انت بقى شديت العربيه وعرفتك انت من الخوارق، موضوع بنزين جه ازاي بقى وتاكل الازاز بالشكل دوت ازاي؟ ده كان نظام ان انا بحب حاولت ان انا اشتغل على نفسي ان انا اطور القدرات. بدات اشوف فيديوهات بره، في الهند وفي في الصين، وفي بعض الناس اللي عندهم قدرات خارقه وبيعملوا حاجات اغرب من اللي احنا بنعملها بكتير. فبدات ان انا اشوف، طب هو ده لما بيشرب بنزين بيشربه ازاي؟ طب لما بياكل ازاز بياكله ازاي؟ طب هل لما بيطور من نفسه؟ وبعدين في معلومه خطيره جدا يمكن كان في بعض الاعلاميين تطرقوا ليها، ان اكل الازاز مش قدره خارقه قد ما هو حرفه وقوه اسنان. فعلشان كده انا هنا اخترت ان انا لما اجيب لندن نيون معروف ان البودره اللي جواها سامه، فهنا لا، هنا انا بعمل حاجه غير عاديه. شرب البنزين بقى اكتشفته ازاي في نفسك؟ هو برضو كان في عرض. ده شيء خطير. هو كان في عرض. مش بس بقى اسنان قويه، لا ده انت عايز كمان معده قويه وعايز. هو كان في عرض وكنا محتاجين بنعمل شعلة نار،
كان في برضه هنا كان 6 اكتوبر كنا بنعمل عرض مره، وكنا محتاجين بنزين فكنا بنشفط البنزين من عربيه من خلال الخرطوم كده وبيطلع بنزين. فبدات ان احنا في بنزين دخل، يعني انا شربته بالغلط وانا كنت بشد فقلت بس انا هموت بقى، دي ما وراهاش حل تاني، انا شربت بنزين ده انا هموت، وعدى الموضوع بالسلام. فبدات بعد كده لقيت طعمه كده، تعرف استلذت طعمه شويه. فبدات ان انا ايه شربات يعني؟ لا لا مش درجه شربات. هو ليه طعم كده غريب شويه. عموما احنا هنسيبكم بقى عشان نشوف بقى الاستاذ محمد فرعون هو بيعمل بقى الشو بتاعه النهارده، وزي ما قلت قبل كده هو اكد ارجوكم الاطفال ما يقلدوهوش، لان الحاجات اللي بيعملها دي حاجات ولا الكبار طبعا حاجات خارقه. نتفرج. اتفضل يا محمد. شكرا. العرض دلوقتي معانا هو شرب كميه صغيره من البنزين او اي مواد بتروليه سواء كانت بنزين او سولار. قدمنا لكم النهارده بالصوت والصوره عرض الخوارق، طبعا بالتاكيد شيء مختلف تماما، وفعلا بيدي انطباع ان في خوارق فوق العاده، وده يخلينا نقول يعني نزداد ايمانا بالله، وان يعني ربنا ممكن يدي انسان طاقه وقدره ما يديهاش لانسان تاني، لكن اهم حاجه ان احنا ما نفكرش نقلد اللي شفناه، لان دي حاجات هو حاله استثنائيه. احنا القاعده. بشكركم.